خلاص يا احلام، انا قعدت مع البنات وسمعت قصصهم. ايه ان شاء الله يا اختي، لو كان في نصيب نبقى نشغله. هو ايه ده اللي خلاص؟ فاخدع اوامرك يا ابلطوح. وصل البنات لحد باب الشقه وقفل الباب وراه. حاضر، اتفضلي يا بنات. ما بقتش فهماك يا توح، ما البنات حلوين واحنا ما عندناش بنات اصلا، وبعدين ما انت عارفه شغلانتنا دايما بتحب التجديد. اول هم اسمي المعلمه توحه، تاني هم بقى ياسك اخواتك البنتين المصادين اللي انت جايباهم دول. واحده فيهم خارجه من قصه حب مع واد معفن زيها، ودماغها كلها مشغوله فيه. يعني ان قعدت مع زبون يا اختي هتقعد تصح وتحكي له وتسد نفسه. الله عليك يا معلمه توحه، يسلم بقك. والبنت التانيه ضربه كيمياء وصراصير، يعني جبله ما عندهاش احساس ولا مشاعر، واحنا يا اختي شغلانتنا دي كلها احاسيس ومشاعر. سيدي يا سيدي على الاحساس. طب والله تستاهلي لقب معلمه. لا معلمه ايه، ده انت ست المعلمين، ست ستات معلمين المنطقه كلها. قولي يا بنت كمان قولي. حبيبتي يا معلمه، ايه القشطه دي؟ يا لهوي على القمر. بخري وخمسي يا بنت، بخري وخمسي. خمسه وخماسه، خمسه وخماسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. اسمعي يا بنت، انا مبسوطه بيكي قوي، انا هرقيكي في الشقه اللي احنا فيها دي. بجد يا ابله؟ هتخليني ايه؟ هخليكي مساعد طباخ وما اكلش الا من ايدك. حبيبتي يا ابله، اي حاجه منك حلوه. منوره. بتكلم جد. جد. ما تقولش لحد. حد. ده انا قلبي سعيد فرحان. و ايه اشجان؟ ايه مالك؟ حاسس ان انت مبسوطه قوي كانك قاعده في حفله اضواء المدينه. يا باشا بس بروق الجو عشان بس ما نبقاش كده تعبانين. احنا بقالنا نص ساعه من مستنيين اللي اسمه كاشا، هو عنده اجتماع مثلا؟ اهدى بس يا باشا، انا مش عارفه انت عجول اليومين دول. احنا لازم نستنى الراجل ده، وبعدين هو ملوش مكان تاني غير هنا، لازم يجي يراضي في الناس وياخد منهم قتاوه. ده معفن يا باشا، معفن. وبعدين حتى لو قعدنا مستنيينه 5 ساعات مش مهم، لازم تشوفه بعينك. ولا يا باشا هتتبسط لما نلبس 25 سنه في وشنا ونلاقي ايدينا في الكلابوش؟ لو النبي ابوس ايدك الكلابوش، هقعد بالكلابوش 25 سنه كتير قوي. بس يا اشجان، الناس في الرايحه والجايه قاعده تبص عليك كانك قاعده مع علاء عبد الخالق. انت وشك سامح يا باشا، ربنا يخليك. بس انا هقول لك بقى، الدماغ دي متظبطه صح. لو حد جه سالنا احنا قاعدين هنا ليه، احنا نقول له ان احنا مستنيين المدام بتاعتك عند صينيه الخياطه في العماره اللي قصدنا دي. قوم يا قوم قوم. شايتينه معسل على فتله. اه يا باشا، اه شفت، علشان تصدقني وبطل تكدبني ابدا بعد كده. يا ابن الكلب، انا لازم احذر سالم. اهدى يا باشا اهدى، انت عجول ليه اليومين دول؟ مش لازم نتاكد الاول ان ده الراجل اللي باعك؟ استحاله يا كده، استحاله يبيعني ولا يفكر اصلا. ايه يا باشا، انت محسسني ان هو اخوك في الرضاعه، حد من بقيه عيلتكم؟ في ايه؟ انيل، انيل بكتير، ده ابويا يا اشجان. ايوه زي ابوك ولا ابوك ابوك؟ ما بقول لك ابويا يا اشجان، احنا هنروح في 60 داهيه النهارده. نهار اسود، دي المهندسين باظت. اطلع يا باشا اطلع. طلع بينا. ما تقول لي يا فخري، حصل ايه؟ عملت اللي انت قلت لي عليه، واتصلت بيه، واول ما عرف ان انا من طرفك، غيرت نبره صوته. حبيت اشرح له، هددني. وقال لي لو اي حد من طرفك او من طرف اي حد تاني كلمه في الموضوع ده، هيخليه بدل ما يجيلك الزيارة الجاية هيحصلك ويشرف جنب منك. انت متأكد ان عصام باشا وقلت له ان انا سرور بتاعتهم؟ اه طبعا، وصوت عصام باشا معروف، وانا حبيت ان انا اتكلم معاه واوضح له الامور، بس لقيته هددني لدرجة ان انا حسيت ان انا لو كنت قدامه كان ضربني بالنار. وحمدت ربنا ان انا كنت بتصل بيه من تليفون عمومي في الشارع. انا مش مصدق اللي بسمعه، ده انا طول عمري بخدمهم بعناية. انا دايما قلت لك يا سرور ونصحتك، وقلت لك الناس دي اللي متغطي بيها عريان، ما سمعتيش كلامي. ولما وقعتي محدش واقف جنب منك. ها انا عايزك بس تفهمي عشان خاطر ما تقهريش نفسك. اقهر نفسي اكتر من اللي حصل لي واكتر من اللي انت جاي تحكيهولي؟ معقوله انا سرور اللي على سن ورمح اللي كان يتهزلها بلاد اترمي الرميه دي؟ بقول لك يا سرور، انا عايزك تنسي الناس دي وتنسي ان انت تاخدي منهم اي حاجه او حد منهم يساعدك باي حاجه. ها انا عايزك تخلي بالك من نفسك وتاقلمي نفسك على الظروف اللي انت فيها، وشوفي هنعمل ايه مع طالب المحامين اللي انت جايباه.
ده ربنا ما يرضاش بالظلم يا فخري ابدا. انا عارف والله وحاسس بيكي، وانا على فكره هجيب كام محامي زاد المحامين اللي انت جايباهم، وشوف هنعمل ايه عشان خاطر نخرج من الموضوع ده. يعني ايه؟ انا هفضل مرميه الرميه دي؟ اه ممكن تفضلي مرميه الرميه دي، وتوقع الاسوأ كمان يا سرور. ده انا كنت اتشل، كنت اموت يا فخري. ايه يا حماده، انا ظبطت الناس بتوع المزيكا عشان حفله يومها كان. يا سلام، ما انت المره اللي فاتت برضه قلت لي ظبطتهم وطلعت حفله زباله. لا المره دي غيرت الناس، غيرت العبايات كلها. طب انت عارفه بقى المفروض مين اللي يتغير؟ انتوا يا بكي، انتوا كلكم كده لازم تتغيروا، انتوا والميكانيكي الغبي اللي بيعمل الموتوسيكل بتاعي. عملت الفرامل؟ كله تمام. ركبت تير الاصلي ولا المكشوف؟ لا الاصلي. طيب يا فالح، عايزك بقى تظبط صوت الموتور عشان مش ممزجني. طب بقول لك ايه، مفيش حاجه جايه علينا بقى؟ المره اللي فاتت قلت لي مفيش حاجه علينا، جيت لك سيجاره رحت معدي الدبرياج كنت هتقلب بالموتوسيكل. وربنا كنت فايق. احلف؟ وربنا كنت فايق. طيب خد، اظبط بقى صوت الموتور. ها؟ مسا على عيونك يا احلى عم حماده دركسيون في الدنيا. دركسيون يا متخلف، اسمه موريسون. موريسون، ايه التعليم المجاني ده؟ يلا اتكل على الله. يا اختي ايه الاحراج دي، ما تخطفني اسهل. اوبا بقى شيبه ضيقه. مساء الخير على عيونكم. عيوننا، وانا عيوننا حلوه كده. طب هات الفلوس وخلصت. ده فلوس انت تقعدي معايا شويه، اجيب لك كبيره؟ لا يعني ماليش فيها، خد حاجتك وحاسبني، انا التاكسي بيعد عليا بره. لا لا لا، تاكسي ايه اللي بتقولي عليه؟ انا وصلك بالموتوسيكل بتاعي، ولا بتخافي؟ مين دي اللي تخاف يا الدلعادي؟ ده انا اشجان. خلاص يبقى التاكسي ده يمشي يا باكي، حاسبي التاكسي ده ومشيه. والنبي حلوه باكي. لا باكي، نص ساعه والواد كاوتش هيخلص الموتوسيكل، اخدك بقى عشان عايزك في مصلحه. مصلحه خير؟ عايز فرشين يوم الخميس عشان عندي حفله. نهار مدوحس، تكونش بتتاجر في الحشيش؟ النهارده فرش ويوم الخميس فرشين. يخرب بيتك، لا تكون بتشرب الحشيش على انه عصير، ده ما بيتشربش على انه عصير. يا انت قلت لي اسمك ايه؟ يا ستي اولها اسمي حماده، حماده موريسون. وتانيها يا موريسون. لا تانيها بقى، انت تقعدي معايا النهارده تعلميني بقى الحشيش بيتشرب ازاي. يا جنيله، وانا اللي فاكراك صايع ولافف مش عارف الحشيش بيتشرب ازاي. مش مهم، احنا هنشرب مع بعض. ماليش فيه يا عيني. وماليك في ايه يا عسل انت؟ ما تلم نفسك يا لولو، انا ليا في الدغري بس، وبعدين نشوف موضوع الفرش بتاعك ده مع دياب باشا لما نقابله. لا لا لسه هستنى دياب. وبعدين ايه موضوع لولو ده؟ لم نفسك بدل ما العب في وشك البخت واخلي مناخيرك دي ثلاث فتحات. اوبا، ده انت دينجرس ومفخخه وخطر. اه خطر قوي، بس اللي عامل نفسه حلو بس. هو في حلو غيرك هنا في القعده؟ وعليا النعمه شكلك مش هتجيبها البر. يا اسمك ايه؟ الله، ما قلنا حماده، هي البانه حماده موريسون. اموت انا واسع طريق السنه. ما تحاسبني من الاخر كده. في خلال اسبوع لو ما جبتليش معلومات مهمه انا هغيرك واجيب واحده غيرك. هي هتعرف تجيب لي معلومات. ليه بس كده يا باشا قطع الارزاق ده؟ ده انا شغاله عشان الماما، ده ما فيش حاجه بتحصل في البيت، ده دبه النمله لما بتحصل بجرميها في عبك يا باشا. تعملي اللي تعمليه مش شغلي. وبعدين لو جيتيلي تاني ايد ورا وايد قدام انا هعمل اللي قلتلك عليه، وفوق كده هفتح ملفك تاني ومش هرحمك تاني يا عشجان، وانت عارفه يعني ايه مش هرحمك. ولما تدوقي نومه البرش بقى يا سلام، هتبقي ندمانه ندم عمرك ان انت مركزتيش. ليه كده بس يا باشا؟ هو انا كل ما اقابل سيادتك يعني تفضل تهددني؟ وبعدين برش ايه، انا ما اقدرش على البرش يا باشا، برضه انا بنت ناس وكده يعني. اقول لك انا على حاجه، فاكره البيت نورهان بتاعتكم بتاعت ميت عقبه؟ عارفاه نورهان بنت سنيه العرجه؟ ايوه اسم الله عليك، ما انت عسل اهو. ابي ساليها بقى عن طريقه الشطه المحروقه. شطه محروقه ليه الوجع ده يا باشا؟ انا لما اخذه معدتي بتقب يعني. اللي تؤمر بيه يا باشا هعمله، اللي تؤمر بيه. انزل يا اشجان يلا. حاضر يا باشا. بقول لك يا بنتي يا فل. قولي يا ابله. شايفه البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ هم الصراحه امارات، عاجبينك؟ شكلهم يا بنتي يجي منهم. وعرفتي ازاي؟ انا ليا نظره في البنت، ابص كده في وشها اعرف كل حاجه. حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم،
في واحدة عينيها كلها حزن وكآبة، وفي واحدة عينيها كلها دلع وشقاوة. عارفة يا بنت، الرجالة ما يحبوش الست الكئيبة النكادية ولا الزنانة، يحبوا البنت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة. أصل الرجالة دول عاملين زي العيال الصغيرة. أستاذة يا أبلة، فين يا أخويا الكاتشب؟ كل مرة أجي أقول لكم فين الكاتشب. أستاذة يا معلمة والله. اسمعي يا فلة، روحي لغي البنتين دول وصاحبيهم وتكلمي معاهم وقولي لهم الهنم عايزة تتكلم معاكي.